يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم عندنا مقلوبة دياي. طبعا الطبخة ذي هي من المطبخ الأردني، والمطبخ الأردني غني بأنواع كثيرة من الطبخات الموجودة عندهم. المنسف كذا طبخة، طبعا راح أعرفكم على مكونات الطبخة ذي. وياي عندنا نستخدم ديايتين، عندنا بصل حوالي كيلو، وعندنا آلو مقاطعة، وطبعا فحتة نص فوحة، طماط مقطع معجون طماط، وعندنا عيش استخدمت كيلوين عيش، وعندنا خضرة مشكلة راح استخدمها في المقلوبة الدياي. في البداية راح اقلي الاشياء اللي تحتاج حق قلاي في البداية، الآلو، بعدين راح اقلي الاشياء اللي تحتاج حق قلاي. عندي الباذنجان، طبعا انا استخدمت هني في الخضروات باذنجان وكوسه وجزر وفلفل بارد، واستخدمت الآلو. طبعا في البدايه راح اقلي الآلو، طبخه جدا سهله. في نفس الوقت راح افوح العيش، ولع النار على العيش، راح ابرز الماي، قلنا راح نقلى الآلو. حطوا بالكم، دائما اقول حطوا بالكم على الدهن. تحاولوا تنزلوا ويا ماي، راح يطشر على طول. راح احط بهارات صحيحة حق العيش، دارسين، حبات من الهيل، مسمار، نستخدمها بس حق فوحة العيش. ولا ننسي ان الملح، رشة ملح، ننطره بس يفوح الماء وننزل عليه العيش. نقلي الآلو قالية خفيفة بس يكسب اللون، وبعد الآلو راح نقلي الباذنجان. أنا مو محتاج أقلي الخضروات دي كلها، بس الآلو والباذنجان والدياي أكسب لون، على أساس أن الطبخة بعد القلبة يبين الدياي على قليته يعني لون. طبعا نبي يكسب اللون مثل ما قلت لكم، شيء بسيط. وقلنا ان من البدايه ان احنا خذينا الآلو وفحناه نص فوحه، نبتدي نشيل اللي اكتسب اللون. طيب طبخه بسيطه، وايد بسيطه. لما نتخلص من بعد ما نطبخ نقلي هاي المكونات، راح نبتدي نقلي الدياي. قال لي بعد نكسب فيها الالوان اللي هو اللون الذهبي. هل قال لي خلنا نحاول نسوي دائما نسوي اكلاتنا في بيوتنا بشهر هالفضيل ذي. صراحه كل واحد يطلع التفنن اللي عنده، يعني اذا قلنا زوجين يصير بالبيت وعيالهم، فكل واحد ياخذ له مركز في الهجوم. المره تشوف طريقه اللي يسوي الاكل،
ابو العيال ياخذ لك من سمبوسه ويلفها، العيال مطاريش يجيبوا الاغراض القاصره ويرجعون، وتكون جلساتكم وايد حلوه، والله يعود عليكم صحه وسلام ان شاء الله. انا دائما لما اكون في البيت واطبخ حق اليهال الاقيهم كلهم ما شاء الله عليه كلهم ياسين يشتغلون معاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً في البداية قلنا إن فحت الدياي فوحة نص فوحة بس عشان إن لما حطها في الجدر تكون ناضجة بشكل نقول مو بكامل نص. دائما ابتعدوا على عن الدهن أثناء القلب. راح ننزل العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا العيش فوق. راح نبرز الجدر. نزل الجدر حق الحامسة. تقريبا دياي بهاي الشكل. ومحتاج قلنا انه ينقل من تحت وايد. شيل الدياي. لاحظوا ان احنا ما حطينا بهارات على الدياي. نقدر نستخدم الزيت مال الدياي والقل معه. نبتدي نحمس البصل. لين يذوب البصل. نبرز حق شخال العيش. إذا بنشخل إذا بنفوح العيش نحاول نخليه كقول مستوي بشكل تام، يعني مو بلايل لايل، في كسرة بسيطة عشان بعدين بعد بنرسيه بنحطه على الرساية وبنخليه يترس تقريبا حوالي 20 دقيقة. فأنا محتاج إن العيش يكون مستوي. ننزل عليه ثوم وزنجبيل. مثل ما عودتكم فلفل. ونحمسه مع بعض. بعد ما حطينا الثوم والفلفل والزنجبيل مع بعض راح ننزل عليه البهارات. طبعا نستخدم بهارات، راح احط شوي بهارات صحيحة.
طبعا هم ما يستخدمون اللوم الاسود، ولكن احنا دائما في طبخاتنا نحب نستخدم اللوم الاسود اللي هو البودر، جلجلان وسنوت، قرشه. نستخدم كركم قرشتين حوالي. راح نستخدم بزار مخلوط. راح نستخدم شوية هيل الأناناسي والملح، رشة ملح. نبتدي نرجع نخلط المكونات دي كلها مع بعض. راح ننزل عليهم بعد معجون طماط. نخلط المكونات ويا بعض. ما بنقطع الطماط كله. راح نستخدم فول ثواني. تقريبا الحمسة دي كلها جاهزة. رشة حشيش شوي. ونصب عليها شوي زيت. هذه دهن قلنا عربي. قرية الطارخة. الحين بنشيل الجدرنا هذه من نعزه على بورد. نحتاج نجيب الجدر الثاني. فاصل وراجع لكم مره ثانيه. هاي الجدر اللي بنسوي عليه المقلوبة. راح نشخل العيش. بسم الله. طريقة. راح نبتدي نصف المكونات دي كلها تحت. راح اصف الخضرة في البداية. نزل الطماط. العلو. بعدين بنصف الدياي بهاي الطريقة. طبعا صف الدياي مو بهاي الطريقة على لا عكس. ليش؟ لأن لما تجي تقلب الأكل كله راح يبين لك صفة الدياي، ما يحتاج تعدل عليه. هاي الطريقة حاول تخلص من الأشياء غير ضرورية. طريقة. نبتدي نحط الحمسة اللي سويناها ونوزعها على الجدر. نحاول نغطي أكثر مساحة من الجدر.
قليل من الصوت مزعج بس خلصنا. طبعا صفينا كل شيء، حطينا اخر شيء الحامسه اللي سويناها، وراح نرش شويه حشيش على الجدر بهي الطريقه كامله. في النهايه راح ننزل ليش؟ بسم الله. نحصف ليش بهي الطريقه من عندنا. واخر شيء طبعا راح نصب عليه اللي هو الزعفران والماي الورد هاي الطريقه. وشويه زيت يعطي ريحه وطعم. راح نسكر عليه ونخليه لمدة 30 دقيقة ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مرة ثانية بعد ما خلينا طبخة المقلوبة تترسى. طبعا خذت لها وقت. حبيت أذكركم بداية أن المقلوبة عبارة عن دياي حطينا وعيش واستخدمنا المكونات الآلو والجزر والكوسة والباذنجان جميع المكونات وسويناها لهم حامسة وحطينا بعد ما صفينا المكونات الخضراء بداية بعدين الدياي بعدين حطينا الحامسة فوقها وردينا حطينا العيش علاوة على ذي حطينا رشينا الماي الورد ويا الزعفران فوق الجدار. طبعا هي وقت القلبة لأن اسمها مقلوبة راح نقلبها. بداية نعطي مجال يدنا نقدر نيود فيها بهاي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم نقول نشيلها فوق بهاي الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نعادل بالعيش ونطقطق فوقه بهي الطريقة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مقلوباتنا نعادل بها. وإذا كان شيء موجود في الجدر نحاول نشيله بهاي الطريقة. خليهم طبعا عندنا دياي نفس ما قلت لكم طريقة نخليه مقلوب عشان لما نقلبها يكون الدياي بارز لنا. وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج المطبخ. نشوفكم في حلقة جديدة وطبق جديد. نقول لكم مع السلامة.